هلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في مدينة بلاكسبرغ بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. الجو جميل جدا، ثلوج تتساقط، رائع جدا، مناظر خلابة. العلاقة بين العلاج بالماء الساخن، الأساليب الصحية والعلاجية للماء الساخن والطب الاستيوباثي أو الطب التقويمي. الذي أسس الطب الاستيوباثي هو العالم الأمريكي الراحل، هو كان طبيب ميديكال دكتور طبعا في القرن 19 أو القرن اللي هو عام 1900 وكسور، هو الذي أسس الطب الاستيوباثي، اسمه أندرو تايلر ستيل. طبعا كل شيء الإنسان يصاب قبل ما يكتشف شيء يكون فيه سبب، سبب مصر الذي توصل إليه. هذا الطبيب كان مشهور، طبيب ميديكال دكتور، يعالج من خلال الأدوية، من خلال العلاج الحديث، لكن أصاب 3 من أولاده وجميعهم توفوا. وبعد توفى 3 من أولاده اعتزل من الطب، أراد يعلم لماذا توفى أولاده، لماذا؟ طبعا قدر، لكن هو أراد يعلم ما هي أسباب التي أدت إلى وفاء 3 من أولاده. 3 طبعا هي صدمة قوية جدا لهذا العالم الأمريكي تايلر ستيل، وبدأ يعمل دراسات عن جسم البشرية، كيف تعمل أعضاء جسم الإنسان. فهو بمجرد اكتشف بأن الطب الأدوية طبعا لم تستطيع إنقاذ 3 من أولاده، ولذلك عندما بدأ يعمل دراسات بيولوجية جسم الإنسان اكتشف بأن جسم الإنسان له مزايا خاصة في عملية اللي هي القدرات الكامنة في العلاج الذاتي، الشفاء الذاتي والصيانة الذاتية والوقاية الذاتية، والوقاية من الإصابة بالأمراض. فبالتالي مباشرة اعتزل من الطب وبدأ يهاجم شركات الأدوية، حيث أن شركات الأدوية هي تؤدي إلى كثير من التلاعب، كلها مقصدها أن كسب الأموال والتلاعب في أجسام الناس، يعني في عقول الناس، بحجة الشفاء من الأمراض والوقاية من الأمراض. طبعا بإمكانكم الاطلاع على ما مستجداته، ما أنزل من مؤلفاته وأبحاثه، تصرح بحقائق عن علم البيولوجي وحقائق الإنسان، سبحان الله. بالتالي بدأ يعمل دراسات أبحاث عن العلاج المائي هيدروباثي، وأيضا أسس أول كلية الطب الأستيوباثي، The first college of osteopathic medicine، تايلر ستيل. عندما توصلنا هذه الأبحاث، عندما التحقنا إلى كلية الطب الأستيوباثي في هنا في بلاكسبرغ لإجراء أول أبحاث معملية وسريرية للإثبات العلمي والمعملي مدى فعالية العلاج بالماء الساخن Hot Aquatherapy، والآن مسمى بمسمى علمي ومسجل بعلامة تجارية تحت مسمى هاكوا ريفيتالايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن. عندما توصلنا إلى اطلاع على هذه الأبحاث من طب الأستيوباثي، تبين أن العلاج بالماء الساخن هو علاج له مزايا، أنه بحيث أنه يعتبر مكمل للطب الأستيوباثي، وكذلك الطب الأستيوباثي يعتبر أنه ينقص هذا الشيء بحيث أنه ما هو. يعني أول شيء نبدأ بالنسبة للسيارة، هل السيارة تستطيع أن تمشي بدون وقود؟ السيارة تعتمد على وقود، عندما نقول وقود أي بمعنى متعددة، يعني وقود اللي هي محرك الماكينة، وقود أخرى اللي هي زيت الفرامل، وذلك زيت المحرك، بعد عدة وقود السيارة تعتمد عليه، وكذلك ماء المد الماكينة لتبريد الماكينة، ماكينة السيارة اللي هو كولنت وكذا. بالتالي السيارة لا تستطيع أن تعمل وتتحرك وتعمل بشكل سليم إلا أن تكون جميع هذه الوقود موجودة، وإذا نقصت واحدة من الوقود مثل زيت الفرامل إذا لا تستطيع تقود سيارة بدون فرامل وكذا، إذا نقص زيت الماكينة طبعا تحترق الماكينة وكذا. يعني ذلك سيارة من صناعة الإنسان، الإنسان هو الذي صنع السيارة، وبالتالي الوقود هي وقود صناعية من صنيع الإنسان. هنا الإنسان
شبيه ولكن مختلف. بالنسبة للسيارة صناعة اللي هي وقود اصطناعية، أما بالنسبة للإنسان هي وقود طبيعية التي ممكن يعتمد عليها جسم الإنسان، وقود طبيعية. هذه الوقود اعتمد عليها الإنسان يعني طبعا بقدرة إلهية، مجرد تكون الجنين بداخل رحم الأم، مجرد نفخ الله سبحانه وتعالى من روحه إلى هذا المخلوق العظيم وهو الإنسان وهو أنت وأنت، وبالتالي تكون بداخل رحم الأم هذا الجنين بدأ ينمو من خلية واحدة حتى وقت الولادة يتكون من 70 تريليون خلية، والإنسان البالغ يتكون من حوالي 100 تريليون خلية. طبعا عدد كبير جدا، يعني عدد خيالي سبحان الله، 100 تريليون خلية. هذه الخلايا بحيث أن تستطيع أن تنمو بشكل سالما يعني تعتمد على وقود طبيعية. هذه الوقود لم يقم بتوفيرها الطبيب ولا أي إنسان، لا يستطيع إنسان ولا طبيب ولا عالم يستطيع أن يوفر هذه الوقود، بينما هي وقود طبيعية سبحان الله بقدر، يعني الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا المخلوق بالتالي جعل بالداخل رحم الأم سائل، وهو بالتحديد ماء بالنسبة الماء فيه 99% ماء سبحان الله، ودرجة حرارة ارتفع نسبيا حرارة الجسم الأم يعني 24 ساعة، تخيل أن هذا الماء يبقى ساخنا بدرجة 30.5 درجة مئوية، أي درجة واحدة أعلى من الدرجة الطبيعية للأم، حتى تبقى هذه المياه يعني وسائل الأميوسي ساخنا بداخل رحم الأم حتى ينمو الجنين سبحان الله. هذه الحرارة من أين أتت؟ يعني هي حرارة طبيعية بقدر، كل شيء بقدر يعني سبحان الله. لذلك لا يوجد طبيب يستطيع ينظم حرارة السائل الأميوسي ولا يعيد توفير إذا نقص عند الأم الحامل سائل الرحم أو سائل الأميوسي، لا يستطيع، لا يضخ بالماء ساخن ولا يضخ بأي سائل آخر أو بأي وسيلة سبحان الله. قدر، قدر الله سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق شكل عظيم جدا، ما هي معجزة إلهية في خلق الإنسان. ومن ثم أول ما تولد هذا الإنسان ينقطع هذه النعمة الربانية، هذا السائل وهو ماء ساخن بحيث يعني يتغذى الجنين، يعني كل خلية تعتمد بحيث الشكل أن يتم بشكل سالما تعتمد على وقود طبيعية، وهي وقود هذه بجميعها من خلال الماء ساخن سبحان الله، أي الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة جميعها سبحان الله من خلال الماء ساخن، لأن مصدر الأساسي في خلق الإنسان يعني وتكونها. عندما تولد الإنسان يفقد هذا، يعني يبقى خلاص يعني يبقى أن يعتمد أن الطفل أول من مرحلة ولادة يعتمد على تغذية حليب الأم، هو أساسا من أغلبه هو ماء، وبالتالي وحليب الأم ساخنا وليس دافي، ساخنا يعني أكثر من دافي. وعموما الطفل يفترض أن الأم تبدأ تعطي الطفل المولود ماء ساخن بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، وللكبار أي من المراهق وما فوق تكون 50 درجة مئوية، حتى الخلايا تبقى دائما تتجدد، لأن كل يوم الإنسان البالغ تتساقط ما بين 50 إلى 70 مليار خلية يسموها أبوبتوسيس أو تساقط الخلايا، ينمو نفس العدد بين 50 إلى 70 مليار خلية. مجرد هذه الخلايا عندما تتساقط يجب أن تنمو خلايا جديدة لتحل محل الخلايا الميتة سبحان الله. هذه الخلايا هي دورة الخلايا، هذه الخلايا تعتمد من الدرجة الأولى على الماء ساخن، يعني العناصر المغذية اللي هي تتكون به الماء ساخن متوفر خلال الماء ساخن. نعيد مرة أخرى، الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة. إنسان له هذه القدرات الثامنة، قدرات التي أنعم الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان في عملية الصيانة الذاتية، الشفاء الذاتي، الوقاية من الإصابة من الأمراض، وكذلك طبعا الصحة هي صحة متكاملة أي جسديا عاطفيا وعقليا وروحيا، لكن صحة الإنسان ما تكتمل، الإنسان لا يبقى صحيا من الدرجة الأولى جسديا عاطفيا عقليا وروحيا إلا أن تكون هذه الوقود الطبيعية التي تعتمد عليها الخلايا، وهي طبعا جميعها من خلال الماء الساخن، يعني الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة. من خلال أبحاثنا وجدنا بأن كل خلية، كل عضو في جسم الإنسان
يعني يعتمد على هذه العناصر المغذية حتى يبقى الإنسان صحيا بجميع الجوانب الأربع التي أسلفت قبل قليل. على سبيل المثال ناخذ مثال الكبد. الكبد معروف وظيفة الكبد ان عملية تصفية السموم، يعني الجسم يستوعب السموم من نفايات الأطعمة اللي هي ناتجة من التمثيل الغذائي، من البيئة، تلوث البيئة، من المواد السامة، من هكذا، يعني هذه كلها سموم قوم الكبد في عملية تصفية السموم من الجسم. وكذا يعني سبيل المثال كريات الدم البيضاء موجودة في الدم، وظيفتها ان هي مباشرة أي جسم غريب يدخل في جسم الإنسان يقوم بعملية فيته، يعني عملية شفط هذه أي مواد ضارة قد تضر جسم الإنسان. كريات الدم الحمراء سمي المثال وظيفتها أن تنقل الأكسجين، وكذا بدالي سبحان الله الكليتين وظيفتها تصفية الدم، القلب وظيفته ضخ الدم يوصل حتى يوصل العناصر المغذية للخلايا إلى عضو جسم الإنسان، أي الماء، الطاقة، الأكسجين، الهيدروجين، وكذلك المواد البروتينية. إذا هذا شيء يعني ضروري جدا بحيث جسم الإنسان، جسم الإنسان يعتمد على هذه العناصر المغذية، لذلك يعني يعتبر متكامل للطب الأستيوباثي. لذلك وجودنا في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأرض هدفنا نظر بعيدة إنقاذ العالم، ونحن نؤمن بهذا. كما طبعا كثيرين من العلماء كانوا يتحدثون عن مستقبل الطبيب، على سبيل المثال توماس إديسون ماذا قال عن المستقبل، عن طبيب المستقبل؟ قال طبيب المستقبل لن يستخدم الأدوية في شفاء مرضاه ورعاية مرضى، فقط راح يستخدم النظام الغذائي والوسائل الأخرى طبيعية في الوقاية وشفاء مرضاها وعناية مرضاها. يعني تخيلوا هذه الدرجة، كانوا علماء في السابق في القرن السابق والسنوات السابقة كانوا كثيرين يتحدثون هذا الجانب، والآن بالمثال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرين من الأطباء بدأوا ينتقلون من الطب العلاج بالأدوية اللي هو medical doctors إلى الطب العلاج بهوليستيك أو الطب الشمولي. لذلك إيماننا بأن إنقاذ العالم بحيث نحن نتمتع بصحة وفيرة، وكثيرين الذين تابعوا هذا البرنامج الصحي وحتى الآن أكثر من 10 سنوات ونص، ما يقارب الآن سندخل 11 سنة لم نصاب بأي مرض، وعندما نصاب بأي مرض أو التهاب فقط نعتمد على الوسائل الأساليب الصحية والعلاجية لماء ساخن، اللي هو برنامج اللي هو الأساسي العلاج الداخلي، هو برنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن وفق البرنامج المحدد وفق لدرجة الحرارة المحددة لدى الكبار ولدى الصغار طبعا مختلفة، وكذلك وفق للكمية، وفق لعملية التوزيع يومي، وكذلك الأساليب الصحية الأخرى مثل العلاج بكمادات الماء الساخن، علاج ببخار الماء الساخن، عنا متعددة أساليب متعددة. هذا وكان فقط مقتصرة كيف علاقة العلاج بالماء الساخن هو حقوى الريفيتالايز ثيرابي مع الطب الأستيوباثي أستيوباتيك ميديسين. يظهر أنه هناك متقرب جدا، ونحن نؤمن إن شاء الله أول ما تتم هذه الأبحاث العلمية والمعملية الدقيقة التي ستبدأ قريبا إن شاء الله. طبعا هناك تحديات بسيطة نسأل الله تعالى وفقنا في تجاوز هذه التحديات، لكن أول ما تجاوز هذه التحديات طبعا راح يحصل لنتائج معملية وسريرية إثبات كيف فعالية العلاج بالماء الساخن. وحتى يحصل ذلك نسأل الله تعالى لكم توفيق وجميعكم أن تنعمون بصحة وفيرة. الله أن الجميع يلتزم بالبرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن والأساليب الصحية والعلاجية الأخرى التي اعتمد كبرنامج متكامل للعلاج بالماء الساخن، بس هو الأساس هو البرنامج تناول الماء الساخن المحدد. طبعا نحن نجتهد قدر المستطاع وكثيرين بدأوا يستفيدوا، وبإمكانكم ترجعون إلى قناتنا اليوتيوب خلال موقعنا الإلكتروني، ومن خلال القناة ستجدون كثير من التجارب الآخرين الذين استفادوا. ناس كانوا فقدوا أمل، يعني أمل في الشفاء من أمراض كثيرة مثل السكري، الربو، الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، أمراض كثيرة جدا جدا.
وكذلك طبعا فوائد صحية مختلفة مثل التخلص من البدانة، مثل الفوائد تتعلق بجوانب العاطفية، تنظيم الهرمونات، هرمونات السعادة، هرمونات الكرث الفرح، كثير من الهرمونات، وجوانب العقلية في عملية زيادة قدرات التركيز، قدرات الذكاء الإنسان. هذه كلها جوانب متكاملة بعض البعض، لكن هذه جوانب تكتمل سبحان الله عندما الإنسان يعود إلى الطبيعة ويعود من أين خلق، من حيث هذه العناصر المغذية للخلايا التي كانت بالأساس شكل طبيعي بقدرة إلهية، لكن حدث بعد الولادة انقطاع. لذلك اكتشف العلماء بأن الإنسان يحمل أحواض هيدروجينية، وهذه الأحواض الهيدروجينية تحصل في عملية انزاف الهيدروجين من الجسم، وبطبعا الكبد يخزن أكبر كمية من الهيدروجين. عندما عملنا دراساتنا وبحثنا وتعمقنا فيها وجدنا هذه العناصر المغذية الأربعة، وهي من خلال الماء الساخن والماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة، جسم الإنسان يعتمد من الدرجة الأولى. إلى سبيل المثال جسم الإنسان يتكون من 3/4 ماء، يعني 75% جسم الإنسان. حتى لو دخلنا في الجزء من أعضاء جسم الإنسان، سبيل المثال المخ، مخ الإنسان يتكون من 78% ماء، وكذا الدم، بلازما الدم 92% ماء، سبحان الله، وكذا جسم الإنسان بالكامل. بالنسبة للأكسجين سبحان الله، يعني 99% إنسان يعتمد على الأكسجين حتى يعني من الدرجة الأولى. المخ تسمين مثال يستوعب 20% من الأكسجين، وهي طبعا أكبر نسبة من الأكسجين عن أي عضو آخر، حتى عن الرئتين سبحان الله. الأكسجين الذي نحصل عليه خلال الغلاف الجوي نسبة ضئيلة جدا، يعني هي غير كافية، هي طبعا تعدل 21% فقط بحد الأقصى، وباقي نيتروجين. أيضا نحن لا نتنافس هواء نقي، هواء فيه نسبة فقط 21% قلب ربع من الأكسجين، والباقي نتنافس النيتروجين. نيتروجين لذلك الوسيلة التي توصلنا إليها أن تغذية خلايا جسم الإنسان، تغذية جسم الإنسان بالأكسجين كامل من خلال برنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء ساخن. الثالث هو الهيدروجين. هيدروجين مهم جدا. طبعا ألبرت زجوجي حائز على جائزة نوبل اكتشف فيتامين جيم، وبالتالي هو الذي اكتشف مكونات الأحواض الهيدروجينية في أعضاء جسم الإنسان وأكبرها في الكبد، بحيث الهيدروجين هي المادة الأقوى مضادة للسموم، ويلعب دور كبير جدا في عملية التقدم بالسن. وكل ذلك هذه كلها يعني أسباب علمية واضحة جدا في فوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. ولكن عملية تفادي الاستنزاف من الجسم من الهيدروجين هي الوسيلة الوحيدة من خلال الالتزام الكامل الكلي بالبرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن هو المحدد. وهذا هو راح ندخلنا في العنصر الثالث اللي هو القدرة الطبيعية التي اعتمد عليها خلايا جسم الإنسان من الدرجة الأولى. الرابع يكون الطاقة. سبحان الله جسم الإنسان يعني دائما ساخنا، يعني الحرارة مصدر لطاقة. الماء ساخن ينقل الطاقة بالترطيب إلى جسم الإنسان، يعني لا توجد وسيلة أخرى في نقل الطاقة إلى جسم الإنسان بالترطيب. يعني هناك وسائل أخرى لجسم الإنسان يعتمد على الطاقة من خلال التمثيل الغذائي، كسر المواد الغذائية لإنتاج الطاقة، وفي شرح دقيق لهذا. وكذلك طريقة حركة، يعني الطاقة الحركية للإنسان يمارس الرياضة. مثلا الآن الجو بارد، إذا حركت العضلات أشعر بسخونة، يعني طبعا هي عملية إنتاج الطاقة الحرارية تسخين الجسم، يعني وبالتالي عن طريق جهاز تنفس، يعني الإنسان لما يتنفس هناك طاقة وهكذا. بالتالي طبعا الطاقة إذا رجعنا مرة ثانية أخرى، مخ الإنسان من الدرجة الأولى يعتمد على الطاقة، أي مخ الإنسان يستهلك 20% من الطاقة، يعني هذه كمية هائلة، وهي كمية أعلى من أي كمية أخرى من عضو، أي عضو من أعضاء جسم الإنسان. إذا 20% من الطاقة، فإذا كان هناك في نقص في الطاقة في جسم الإنسان، تخيل كيف يكون تركيز، كيف تعمل خلايا دماغية، كيف الإنسان يستطيع يركز، كيف يستطيع ينمي مهاراته، كيف يستطيع يعني يزيد من إنتاجيته في العمل أو في مجاله، طبعا في التجارة أو في العمل أو ما يعني كيف يستخدم، يعني بالتالي يعني نحن نستخدم كمية هائلة من الطاقة لعملية التفكير. المخ ومحرك أعضاء جسم الإنسان هو المحكم
لأعضاء جسم الإنسان. إذا المعتمد على هذه العناصر الغذائية الأربعة وهي الوقود الطبيعية الأربعة يعتمد من الدرجة الأولى. لذلك غطينا الحلقة متكاملة كيف الدور المأساق وهي فعلا لا نستطيع إلا بخلاصة أن هي معجزة ربانية معجزة إلهية وإن شاء الله سيظهر على المستوى العالم انطلاقة من الدولة الأكثر تقدما في الأبحاث العلمية وتطورا للريسيرش اند ديفلوبمنت وهي معروفة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كان هو السبب نحن توجهنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنني نؤمن بأن إذا بقينا من خارج أمريكا يعني مكان نحن من أساس من سلطنة عمان لا توجد دول أخرى تمتلك قدرات متقدمة في عملية بحاث متقدمة علمية. لذلك كان لابد أن نقل هذا الفكرة هذا الاكتشاف العلمي الذي كسبنا في ملكية فكرية الحمد لله وكذلك في مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية وفي سلطنة عمان والدول الأخرى مثل المملكة المتحدة والفلبين. لكن لم نكتفي مجرد ملكية فكرية أو مجرد أبحاث لا أو مجرد بس التجارب الآخرين الذين استفادوا كما ممكن طبعا لدينا كثير من التجارب التي تورد إلينا عن طريق عدة وسائل الواتساب فيسبوك ميسنجر رسائل فيسبوك عن طريق التويتر عن طريق الانستغرام كثير لكن أكثر طبعا نستطيع نرجع إلى إحصائيات عن طريق قناتنا اليوتيوب. افتحوا قناتنا اليوتيوب اطلعوا على مشاهد الفيديو التي نزلناها وستجدون كثير من الذين سجلوا ملاحظاتهم سجلوا تجاربهم ونحن نسعى ايضا مساعدة كل من يسعى بقدر المستطاع نرد على الاستفسارات ونوفر المعلومات بقدر المستطاع لكل من اراد يستفيد حتى نرى عالم افضل. وكذا انت وانت تستحق ان تعيش بحياة كريمة حياة صحية. نحن مع كثيرين الذين معنا في هذه سفينة الحياة اللانهائي التي تقود ركابها نحو العيش حياة صحية متكاملة جسديا عاطفيا عقليا وروحيا. نصر تعالى نرى العالم بأكمله كل من الذي وبالتحديد من الدرجة الأولى كل من الذي آمن بهذه النعمة الربانية والتزم بجميع التطبيقات الصحية والعلاجية الستة وهي بالتحديد أول شيء الإيمان بفوائده 1 2 التطبيق 3 الاستمرار 4 التقدير 5 المواظبة 6 فهم مزاياه بقدر المستطاع. طبعا كلما توصلت أنك تفهم هذه الأسرار المخفية التي يخفيها العلاج بالمساخن والأساليب الصحية والعلاج بالمساخن ما هي الأسرار العلمية ما هي الأسرار الفقهية ما هو الإعجاز العلمي المساخن في القرآن الكريم وكذلك في العلم الحديث كل هذه المعلومات كلما توصلت إليها بقدر مستطاع خلال اطلاعكم على قناتنا اليوتيوب ستستطيع أن تستوعب طبعا نسبة أكبر من المعلومات حتى تساعد نفسك ومن ثم طبعا يسبق أول شيء الإيمان بفوائده. إذا لم تؤمن لن تجد أي فوائد لأن خلايا دماغية تغلق يحصل عملية يعني انسداد. تالي إذا الإنسان يؤمن بشيء يكون هي بداية أن يستوعب الشيء. تالي أن العلاج بالمساخن إذا لا تؤمن لن تجد أي فائدة يعني صعب جدا. إذا أول شيء أي شيء حتى في عملك حتى في حياتك اليومية إذا لا تؤمن بعملك إذا لا تؤمن بحياتك إذا لا تؤمن بأي شيء يعني كل شيء الذي تقوم به إذا لا تؤمن إذا كأنه يحرم نفسك من هذه النعمة من أي بأي شيء الوظيفة إذا لا تؤمن بوظيفة أنك تعمل من أجل أن تقدم للمجتمع حتى تطور نفسك لكن إذا فقط لتعمل أن مجرد عشان كسب المادي إذا تكون خسارة كبيرة. إذا الإنسان خلق بأن يقدم ويسعى أن يقدم للبشرية. لذلك كانت سنة بحيث الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث ضمان دخول الإنسان الجنة 3 أول شيء علم ينتفع به ما لديك من العلم نفع للآخرين صدقة جارية ولد صالح يدعو له. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة. Yes, please go ahead. It's okay. I can do editing. Thank you. Yes, please go ahead. I can do editing. Yeah, thank you.
Yes, go ahead. I can do editing. Yeah, go ahead. Sorry. Yeah, yeah. So it's okay. Yeah. Yes, go ahead. Go ahead, please. Yeah, I can do editing. Thank you. صحة الإنسان. Yes, please go ahead. Yeah. Good morning. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. Yeah, go ahead. Go ahead. I can do editing. Sorry. Thank you. Yeah. I can do editing. Sorry. Yeah. I appreciate. Enjoy your coffee. Yeah.